السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبورة رادي زاد مع قادم. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي نهضروا على ترشح وليد صادي والاجماع اللي راني نشوفوه لدى الاوساط الشعبيه خاصه وحتى الحكوميه. لو ترشح وليد صادي فاعرف انه عنده دعم من الدوله. وليد صادي كما يعلم الجميع هو تلميذ ل الشيخ والحاج محمد روراوة. الشيخ في ماذا؟ في التسيير، وفي خاصة في كل الأمور الإدارية، وخاصة كذلك في الكولسة، في القوانين، في معرفة الأشخاص وتقييمه للأشخاص. عنده حصانة من كل الجهات، عنده حصانة إفريقية، عنده حصانة على مستوى الخليج، عنده حصانة عربية، وعنده حتى حصانة على الفيفا. كيف؟ لسلسلة العلاقات اللي عنده هذا الشخص. لو دعم هذا الشخص أي وليد صادي غادي يكون عندنا رئيس اتحادية في المستقبل قوي في المنطقة الأوروبية ومسموع على مستوى العالمي. كي تشوف تصريح جيان ألفانتينو أن الحاج محمد روراوة صديق كبير له، ومن بعد تروح للاتحاد العربي ولا خاصة بديل الخليج رياضيا نتكلموا، والثقة اللي دايرين في شخص الحاج محمد روراوة، ونعرفوا احنا الوزن الكبير اللي تاع لي بي غولف على مستوى الرياضة خاصة الدعم المالي، ونروحوا كذلك المستوى الافريقي. الحاج محمد روراوة عنده اتصالات تقريبا مع جميع الاتحادات الافريقية، وعنده حاجة كذلك افونتاج ان وليد صادي كان الذراع الايمن للحاج محمد روراوة، وكل السفاريات وكل الحج وكل الامور الادارية ولا اللوجستيكية كان متكلف بها شكون؟ وليد صادي. يعني كان زئبق هو وعبد الحفيظ تصفاوت. رجوع هذا الثنائي خاصة لو رجع وليد صادي اكيد حيرجع معاه حسين، يرجع معاه تصفاوت. لو رجعوا هذو اثنين ومعهم جمال بالماضي، قوة تدريبية مع قوة إدارية، ماذا تعطينا؟ نحن نعرف باللي أجواء كأس العالم والترشحات إلى كأس العالم هي كواليس كبيرة، حتى في بعض الأحيان يدخلوا فيها دول كبيرة، لكن المهم تكون عندنا إدارة كبيرة. لو وليد صادي تمكن من رئاسة الاتحادية الجزائرية في 2017 وترشح ترى مكان زتشي، لكان عندنا على مستوى الفيفا وعلى المستوى الإفريقي، وكان يكون عنده دعم كبير من الحاج محمد روراوة وخاصة من الدولة. الدولة لما تصيب واحد كومبيتون وتصيب عنده اتصالات وتصيب يدير كيما احنا نقولوا كي جاجة أروح هنا هنا هنا. نعرفوا احنا وليد صادي الدولي كان يلعبوا خاصة لتوفير كل الإمكانيات للمنتخب الوطني الجزائري. شارك في تأهلين إلى كأس العالم، إضافة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، إلى كأس إفريقيا، مع شارك كذلك في الخيبات. لكن احنا نجبدو الجانب الإيجابي أن هذا الشخص كان مكلف بكل شيء، خاصة بسفريات المنتخبات الوطنية إلى إفريقيا، وكيفية التعامل وأخذ أحسن الأوتيلات، أحسن التربوسات، أحسن الإمكانيات، أحسن أحسن أحسن. ومن الطبيعي غادي يتفاهم مع المدرب والكول جمال بلماضي بتوفير كل الإمكانيات، ترك جمال بلماضي للجانب الإداري، وكذلك إقامة اتحادية جزائرية قوية على مستوى الهيئات الدولية. هذه اللي خصنا حاجة. وكذلك خاوتي بالك حاجة توافقوني فيها، أن وليد صادي عنده إمكانية التواصل، وعنده إمكانية عنده العلاقات. السيد خادم مع الحاج محمد روراوة لمدة 10 سنين، وشناه في كل المحافل الدولية تقريبا يكون هو وياه في نفس السفينة ولا نفس الاتجاه. هنا تعرف قيمة هذا الشخص على المستوى الإفريقي وعلى مستوى خاصة التسيير. مثلا لو كان جديد وعنده قيمة تسييرية ولا عنده هيئة زاد تسييري ولا يعرف كيف يتصرف، تصبر عليه حتى العهدتين باش يكسب بالخبرة، يكسب بالعلاقات، يكسب كذا، ومن بعد الدولة تبوسيه باش يشارك. والحاجة المليحة لو ترشح ولو أعلن رسميا ترشح وليد صادي، مع العلم أنه في طريقه إلى الترشح لا محالة، أن لو الدولة دعمه هنا كسبنا دولة اتحادية ومنتخبات. هذه الحاجة المهمة، خاصة المنتخب الأول الوطني. وكي تجي تشوف العلاقة بين أول حاجة نطلبوها من
والاقتصادي اذا ترشحوا اذا دعمته الدوله وخلاته خاطش هي الدوله هي اللي ديسيدي، ما كاش اللي ديسيدي في ما كان لا جمعيات لا رابطات لا والو خاطي، كل تقريبا كل الاتحادات خاصه العالم الثالث وحتى العالم المتطور وحتى الاوروبيه هذا منصب دوله تاع منصب سياسي، الدوله هي تحط الشخص الانسب في هذا المكان، الانسب لماذا؟ سواء في التسيير وسواء بالنسبه لتوجهات الدوله، لهذا هذا المنصب ما تقولوليش انتخابي لانه يتماشى في ظل سياسه الدوله، لا كانت الدوله عندها سياسه لازم هذا الاتحاد يتمشى مع الدوله، كان علاقات مع دول لازم تقدمها ولازم تطورها ولازم كذا ولازم كذا تتمشى في ذا الاتجاه، ماشي الدوله مثلا في حرب مع دوله وانت تروح دير علاقات مع اتحاديه هذا الواسمو، كان لا رياضه لا والو كل شيء بولي. حتى الفيفا فيها بوليتيك، حتى الفيفا فيها بوليتيك. وزيد 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 وامور بزاف، وهنا لو عطاوه الدعم الكافي لوليد صادي وخلاوه يخدم، وخاصة أول حاجة يقوم بها هي تجديد عقد جمال بالماضي، تجديد عقد جمال بالماضي وأعطيه ماشي حتى 24، أعطيه حتى 28 وخليه يخدم، وإضافة إلى هذا لا قبل لك جمال بالماضي أنه يكون مدير مدير كيما حنا نقولوا مدربين الوطنيين وهو مسؤول على استقدام تاعهم، هذه حاجة مليحة، ولا جبت معاك حفيظ تصفاوت وعطيته بهذا الأمور ويتكلف خاصة بالفئات الشبانية إضافة الى النخبه اللي عندنا امثال كيسموها بوقره امثال هذو اللي داخلين بوزيد عيط البوزيد عيط عندنا امور عندنا ناس شابه تخدم في المجال. وزيد لازم كذلك يحسن من ناحيه التواصل والكومينيكاسيون خاصه للراي العام، شفنا احنا سبب من اسباب فشل هذه الاتحاديه هو الاتصال او هي الهضره كيف يوصلوا لميساج تاعهم وهما ما كانوا يديروا حتى ميساج، هذه هي المشكله. لهذا وليد صادي كي تحطه في البالونس مع خير الدين زتي، وليد صادي مستوى التسيير خاصه الافريقي بالونس لور 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 بزاف، 10 سنين مع الحاج محمد راهو يتعلم منه 20% اخلص، يتعلم منه 20% خلاص. لهذا الدولة عندها رجل وحيد وكيما احنا نقوله هو الأنسب في الوقت الحالي هو وليد صادي، هو وليد صادي بكل الخبرة اللي عنده بكل التسيير اللي عنده بكل المحن وبكل الإنجازات اللي دارها، مكان الرجل المناسب في المكان المناسب. وباش الحاج محمد راهو يتكل على هذا البنادم وفي هذا اللاج ويعطيه مسؤولية توفير كل حاجة، حاجة ما توقعش. وليد صالي كان خطوة بخطوة مع حاج محمد الوراوة في السفاريات، هو في ليبيا، هو في استقبال لجوار، هو في استخدام لجوار، هو في البحث عن المدربين تقريبا، هو في كل شيء، في كل شيء هو يعني كان موفر كيما احنا نقولوا مخدة بالريش للمنتخبات الوطنية وخاصة المنتخب الأول. لهذا حاجتنا إلى هذا الشخص في التسيير للاتحادية، ومن بعد أمور الدوري الجزائري والأندية الجزائرية هذه ما يقدر عليها لا صادي لا غيره، هذه يقدر عليها إلا الدولة. لما الدولة ترفد يديها على الأندية وهذا المال اللي تعطيه الأندية تزيدهم في دعم أي حاجة للمواطن الجزائري، هذه نقولوا هنا يد الكرة الجزائرية غادي تتسقم، لازم بيع الأندية لرجال الأعمال وخليهم دبر راسهم، مكاش دعم الدولة، الدولة تدعمك ربما تدير سبونسور ولا كذا، وسبونسور الشركة الوطنية لا، شركة بريفي بغات تدير سبونسور في أي فريق تدير، لكن باش شركة الدولة هتروح فين شركة الدولة تدير في الانستغرامر ودير في هذوك وخلاص. لازم على وليد صادي الآن بداية العمل، وخاصة في ظل الخطة هذه لم يوجهها له باقي الاتحادية ولا باقي هذه الاتحادية بترشح وليد صادق كيسمو يا ربي أمين العبدي، يعني هنا كارثة، هنا كارثة، هما راهم ما الغلطة الغلطة، لكن إن شاء الله بربي هذا الإجماع اللي متحصل عليه وليد صادق إن شاء الله يكون كما قال خير الدين زاتي لا بون فوا، والسلام عليكم وتهلاو في رواحكم في مواضع أخرى.